شاهد على روحك حالتها. مفيش، اغمى عليه بس. طب يلا امشي بسرعه، انت عارف ده مين؟ ما لحقناش نتعرف والله. ده البلطجي بتاع الحته واصحابه ما يتعدوش، لو صحي وشافك مش هتطلع من هنا سليم. طب وانتي؟ انا ايه، هو شافني اصلا؟ ده لو فوقته دلوقتي هيشكرني. يلا امشي. بس في ايه تاني؟ انا متشكل يا عم، انت لسه هتسبن؟ امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني ليقطعوك. شفتوا اللي حصل لي؟ ما كنتوش هتشوفوني تاني ابدا. دخلت فيلم اكشن ما اعرفش عملته ازاي، بس فجاه قلب رومانسي. هو الواد حلو بصراحه. كان بيسبلني. شكلها ايه بقى البنت دي؟ قمر ولا موناليزا؟ يخرب بيت عقلك، الموناليزا حته واحده احلى كمان. انت اصلك ما شفتش عامله ازاي؟ اسمها ايه بقى الموناليزا بتاعتك دي؟ ايه؟ اسمها ايه؟ معرفش. معرفش؟ طب هتقابلها تاني امتى وازاي؟ برضو معرفش. كل حاجه معرفش. قوم يا انت من هنا. قوم قوم، بلاش قلب الدماغ. يلا يلا يا عم. ايه يا عم في ايه؟ وانا لسه تلميذ عندك في المدرسه؟ وريتك تلميذ عدل. تلميذ خيبان. انت عارف يا نادر لما كنت في سنك؟ لا ارحمني من حواديتك دي. استنى افهمك، وانا شاب صغير افهمك. انا بقى، انا امي زمانها مستناني في الصاله دلوقتي ورافعه لي الشبشب، لازم امشي. سلام. طب استنى استنى، ما تشوف اللوحه واحده توصل لحد فين. هاجي لك بكره يا ابني. استنى. باي باي. يعني انت سبتني ملطوعه هنا ورحت عديت على سي شاكر ده الاول؟ معلش يا ماما، انت عارفه ان راجل كبير ومحدش بيسال عليه غيري، وهاكله بثوابه. ما هو لو كان اتجوز وخلف زي بقيه الناس كان لقى حد يسال عليه. معلش، كل واحد دماغه مريحه. ايوه، اوعى بقى دماغك تطلع زي دماغه وتتجنن وتفكر تعيش عازب زيه كده. لا ما تقلقيش، من ناحيه ده ناوي اتجوز اربعه. انا ما بهزرش. بقول لك ايه، عارف ابوك الله يرحمه لما جه يتقدم لي كان اصغر منك بيجي 3 4 سنين. طب مش يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاه ما يعمرش كتير في الدنيا يا منيره؟ اخرس يا قليل الادب، قصدك ايه؟ انا اللي جبت اجله يعني؟ بهزر معاك. الله، انا ما بهزرش، قلت لك بتكلم بجد. بقول لك ايه، خالتك نهد وبنتها جيهان جايين يتغدوا معانا بكره. بجد؟ ينوروا. هو ايه اللي ينوروا؟ وانا بستأذن منك؟ انا بقول لك عشان تعمل حسابك انك تيجي على الغدا معاهم بكره، فاهم ولا لا؟ حاضر يا ماما. طب انا هنام بقى عشان عندي شغل بدري الصبح. ماشي، صباح الخير. وانت من اهلك.
نادر، اصحى يا نادر. يلا يا حبيبي، الساعة بقت 7:30، هتتأخر على المحكمة. طيب. يا صباح الفل.